الأمن والحكومة والوزارة ولا طال الله يا يمه ولا طال الله يا يمه وفين احققنا وفين ارزقنا وفين احققنا وفين ارزقنا لو ادرس الحرام يمي لو ادرس الحرام يمي مركزية القبور اللي كنقوموا بها وهذه الايام ديال الاضرابات لا اننا دائما نتفاجأ بالاداء الصماء من طرف الحكومه ومن طرف وزاره الصحه في المطالب المشروعه ديال الاطر الصحيه. تنطلب من المواطنين باش يتفهموك وتفهمونا تفهموا هذه الايام ديال الاضرابات هذا الشيء مضطرين اليه ولكن هذا الشيء عنده واحد الهدف انما الهدف هو تحسين وجوده الخدمات الصحيه بطبيعه الحال باستمرار الاطر الصحيه بالمحطات السابقه. شكرا. لا حكومه لا برلمان لا امام ولا قطرات بالمئه.